بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ما يزال هذا المجلس المبارك المنعقد في هذه الليلة المباركة في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي أبي الفضل عياض ابن موسى اليحصبي المالكي رحمة الله تعالى عليه. وهذا المجلس المنعقد في هذه الليلة عسى أن يكون باعثاً لنا، ونحن في هذا المجلس نتصفح صفحات ونقرأ أسطراً من حقوقه الواجبة له صلى الله عليه وسلم على أمته، عسى أن يكون باعثاً لنا على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة المباركة، نغتنم من خيرها ونستزيد من شرفها ونستنزل من صلوات ربنا علينا بصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب أسعدنا برؤية وجهه، فالشوق زاد مع الحياة توقدا، صلى عليك إلهنا ما أشرقت شمس وما لبى المصلون الندى، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهذا المجلس ذو صلة بمجلس ليلة الجمعة الماضية، حين عرض المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي ما زلنا فيه، عرض للأدلة والحجة في إيجاب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو انتقصه، وقد سبق ذلك فصل في بيان شدة جرم هذا الإثم العظيم وحرمته في الشريعة وإجماع الأمة كافة على تكفير من نطقت شفتاه انتقاصاً أو سباً أو شتماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يناقض صراحةً مقصداً عظيماً من مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام، وهو التوقير والاحترام والنصرة والتعزير. إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فتعزير المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني نصرته وتأييده، وتوقروه يعني تحترموه، وتكون له من المكانة والإجلال ما حفظ الله تعالى له به مقامه الشريف عليه الصلاة والسلام. في ذكر تلك الحجج ساق المصنف رحمه الله كما مر بكم ليلة الجمعة الماضية عددا من الآيات، كمثل قوله سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، وقوله سبحانه: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، وقوله سبحانه: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إلى آخر تلك الآيات. ثم حكى الإجماع وانتقل بعد إلى ذكر الآثار، ويقصد بالأثار هنا جملة من الوقائع التي وقعت في السيرة النبوية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد مماته عليه الصلاة والسلام، زمن صحابته الكرام أيام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وفيها شواهد على أن كل من تجرأ وجنى بالتعدي على مقام النبوة فإن الشريعة كانت تقيم الحد بقتله، كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله في الفصل الثاني من القسم الرابع: في الحجة في إيجاب قتل من سابه أو عاب من سبه أو عابه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قتل أبا رافع، قال البراء: وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه،
وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في قصة مقتل كعب بن الأشرف، وقد تقدم عرض ما جاء في صحيح البخاري بشأنه وما رواه أيضا أهل السير. قال المصنف رحمه الله: وفي الحديث الصحيح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، وقوله: من لكعب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله، ووجه إليه من قتله غيلة دون دعوة بخلاف غيره من المشركين. يقصد بالقتل الغيلة القتل الذي لا يدعى فيه صاحبه إلى قتال ولا إلى براز، فقتل فجأة أو بغتة على غير دراية أو علم منه. قال: وعلل قتله بأذاه له، فدل أن قتله إياه لغير الإشراك بل للأذى. وتقدم ليلة الجمعة الماضية أن كعب بن الأشرف أحد وجهاء اليهود وكبرائهم وزعمائهم، تاجر شاعر ذو كلمة مطاعة وله كلمة مسموعة، وسبق له أيضا كثير من الإجرام في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم ذلك سعيه إلى كفار قريش بعد بدر يحرضهم على القتال والثأر، إضافة إلى إنشاده الشعر يشبب فيها بنساء المسلمين، يشبب في قصائده بنساء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، يعني يذكرهن بفاحش القول وساقطه، ويتعرض لأعراض أهل الإسلام في المدينة. ومع ذلك فإنه أيضا كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره وبجاهه وبماله أيضا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، وقد مرت الرواية ليلة الجمعة الماضية ونذكرها صلة للحديث الذي لم يتم آخر المجلس، قال عليه الصلاة والسلام: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. وأراد الاستئذان في أن يحكي بين يدي الخبيث كلاما لا يليق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في مقام المخادعة وترتيب الأمر والحرب خدعة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، يعني أتعبنا. وهذا الذي أراده باستئذانه الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإنه قد عنانا، يعني أتعبنا وأجهدنا من كثرة ما يطلبنا من المال صدقة. قال: وإني قد أتيتك أستسلفك. فقال له كعب: وأيضا والله لتملنه، يعني ستظلون هكذا حتى يصيبكم الملل والتعب وأنتم ما زلتم تطيعونه وتقتدون بأمره. فقال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. قال البخاري: وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو وسقين، فقلت له: وسقا أو وسقين؟ قال: أرى فيه وسقا أو وسقين. وهذا استطراد من البخاري رحمه الله في رواية الحديث. فقال: نعم، ارهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان، يعني السلاح. فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة. وتدرج محمد بن مسلمة رضي الله عنه في ذكائه ودهائه، تدرجه بالكلام معه إلى أن يأتي بالسلاح في ليلة يواعده فيها، من أجل أن يكون حمله السلاح وإتيانه له في موعد يحدده لن يكون مستنكرا. وحمل السلاح أراد به القتل، وهو عرض له هنا بأن يكون رهنا للطعام الذي يريد أن يستسلفه منهم. فواعده ليلا فأتاه ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم. فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ قال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فقالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. تفرست امرأته في أمر قد يكون سوءا
بالنسبة له، فقال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. فنزل إليهم. وعند غير البخاري أنه كان يرافقهما من الصحابة أيضا في هذه الكتيبة الشريفة التي نفذت أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان معهم عباد بن بشر والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر، فكانوا خمسة رضي الله عنهم. فنزل إليهم محمد بن مسلمة، قال: ويدخل معه، ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، قيل لسفيان سماهم عمرو، قال: سمى بعضهم قال عمرو، جاء معه برجلين، وقال غيره أبو عبس ابن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. فجاء حتى إذا ما قال محمد بن مسلمة: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، يعني أنا قائل برأسه هكذا فأخذه إلي لأشمه هكذا، وأشار إليهم إلى ما يريد صنعه. قال: فإذا رأيتموني استمسكت من رأسه فدونكم فاضربوه. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال يعني محمد بن مسلمة: ما رأيتك اليوم ريحا يعني أطيب. فقال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. وتباهى كعب ورأى أن المدح هذا ثناء عليه، فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأشمه ثم أشم أصحابه. فلما مشوا مرة قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم، فقتلوه رضي الله عنهم. وهذا القتل الذي كان منهم كما روى البخاري قال: ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. وعند غير البخاري وفي روايات أصحاب السير مزيد تفصيل، قال: لما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا قد اجتمعوا عنده قبل توجههم إلى حصن كعب، فمشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيعهم إلى بقيع الغرقد، وكان ذلك ليلا، ثم قال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو في ليلة مقمرة، قال: فانطلقوا حتى انتهوا إلى حصنه، فكان الحديث الذي سمعتم في رواية البخاري. ثم لما نزل إليهم كعب شم أبو نائلة رأسه، ثم قال: أعود ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط. ثم مشى ساعة وعاد لمثلها حتى اطمأن، ثم أمسك برأسه واختلفت عليه أسيافهم فلم تغني شيئا، يعني تناولوه بضربه بسيوفهم لكن المكان مظلم والوقت ليل، فلم تغني أسيافهم شيئا، يعني لم تصب من كعب مقتلا. قال محمد بن مسلمة: فذكرت مغولا في سيفي فأخذته. المغول حديدة أو قطعة محددة كالسكين الصغير أو كالسيف أصغر منه. قال: فتذكرت مغولا في سيفي فأخذته وطعنته، فصاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار. قال: فوضعته في ثنته ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته، فوقع عدو الله وأصيب الحارث بن أوس بجرح في رجله أو في رأسه أصابه بعض سيوفنا. يقصد أنهم لما تناوشوه بسيوفهم وهم خمسة حوله أصابت سيوفهم بالخطأ أحدهم وهو الحارث بن أوس، فأصابت ضربة من الضربات ساقه أو رأسه فنزف دما. قال: فخرجنا حتى سلكنا خروجا من حصونهم حتى أسندنا في حرة العريض، وأبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس ونزفه الدم، فوقفنا له ساعة ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتملناه، فجئنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وهو قائم يصلي، فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله، وتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جرح صاحبنا، ورجعنا إلى أهلنا فأصبحنا وقد خافت يهود بوقعتنا بعدو الله، فليس بها يهودي إلا وهو خائف على نفسه. ومزيد أيضا من تفصيل القصة عند أصحاب السير تدور حول هذا المعنى الذي تضمنته رواية الصحيح. قال المصنف رحمه الله: لما وجه النبي عليه الصلاة والسلام بقتل كعب قال: دل على أن قتله لم يكن للشرك. أما رأيتم لما قال: من لكعب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله.
فكانت دعوته إلى الخلاص منه وإذنه صلى الله عليه وسلم بقتله لما استأذنه محمد بن مسلمة ما كان لأنه يهودي ولا لكونه كافرا، قال بل للأذى، فإنه قد آذى الله ورسوله، فدل ذلك كما يقول المصنف أن قتله لغير الشرك بل للأذى. وقصة كعب أيها الكرام أشهر دليل في السيرة النبوية يستدل به العلماء كافة على قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من أصح الأدلة وأقوى الشواهد، لا في سياقها ولا في روايتها ولا حتى في وجه الدلالة منها، فإنها أصرح دليل وأكده من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أدلة أخرى غيرها كثيرة سيسردها المصنف رحمه الله الآن تباعا. أحسن الله إليكم. وكذلك قتل أبا رافع، قال البراء: وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. أبو رافع اليهودي قتله عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة رضي الله عنهم، هذه مهمة شريفة أيضا انتدب لها النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، والحديث أيضا في صحيح البخاري، وفيها قصة من قصص بطولة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقصة من قصص التضحية والبذل والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة من قصص النصرة والتوقير والذب عن مقام النبوة، كان الصحابة رضي الله عنهم أبطالها، وهم من روى النبي من روى أهل العلم حديثهم وقصتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال البراء: وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار وأمر عليهم. وأبو رافع اليهودي هو عبد الله أو سلام بن أبي الحقيق اليهودي، أحد كبار يهود في خيبر، ومن تجارهم ومن رؤسائهم وزعمائهم أيضا، وهو رأس من رؤوسهم، ولأن أذية النبي صلى الله عليه وسلم ليست كأذية غيره من البشر، وله حقوق على الأمة ليست كغيره، فالطعن فيه طعن في الرسالة، طعن في الوحي، طعن في من أرسله رب الأرباب جل وعلا، ولذلك لم تكن عقوبة المتعدي على مقام النبوة والمؤذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره ممن يطعن في أي أحد من البشر، هذا مقام خاص وحق من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البراء: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع برجال من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك. عبد الله بن عتيك رضي الله عنه أحد هؤلاء الذين انتدبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعند غير البخاري أن معه عبد الله بن أنيس وأبا قتادة وكلهم من سادات الأنصار رضي الله عنهم جميعا. قال البراء: وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. وهذا الشاهد يقول: بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليه رجالا من الأنصار وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان كذلك لعنه الله، فانتدب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء. يقول البراء في حديثه: وكان في حصن له بأرض الحجاز، يريد أن أبا رافع هذا لم يكن بالمدينة مثل كعب بن الأشرف، بل كان يسكن خارجها، هو الذي جمع الأحزاب يوم الخندق لغزو المدينة، وقيل هو الذي أعان غطفان وغيرهم بالمال على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان في حصن له بأرض الحجاز، يقع في الغرب من جزيرة العرب، وهذه المنطقة تمتد من تثليث في الجنوب إلى خيبر في الشمال، وقيل بل كان يسكن خيبر، وهذا الأرجح. فانطلق إليه هؤلاء. قال البراء رضي الله عنه: فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، يعني راح أصحاب الغنم بما كانوا يسرحون به من غنمهم، دلالة على رجوع الناس إلى منازلهم واستقرارهم في بيوتهم. قال عبد الله لأصحابه، يعني عبد الله بن عتيك قائد الكتيبة،
قال لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل بواب الحصن، وكانوا إذا غربت الشمس أغلقوا الحصون، فبات من بداخلها داخلها وبقي من خارجها حتى يطلع الصبح. قال: فإني متلطف للبواب لعلي أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته، وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. قال: فدخلت فكمنت، يعني اختبأ، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم غلق الأغاليق على وتد، يعني جعل الأقفال ومفاتيحها على وتد بقرب الباب. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها، ففتحت الباب، وكان أبو فتح الباب لأصحابه الذين كانوا خارج الحصن فأدخلهم رضي الله عنه. قال: وكان أبو رافع يسمر عنده، يعني يسهر أصحابه بالسمر عنده ليلا، وكان في علالية له، يعني كان يبيت في غرف في العلية في أبراج الحصن في الأعلى وليس في أسفله، وكان في علالية له، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. أصبح ينتقل عبد الله بن عتيك داخل الحصن من غرفة إلى غرفة يريد الوصول إلى الغرفة التي فيها الخبيث أبو رافع، فكان كلما دخل بابا وفتحه أغلقه من ورائه ليطمئن ألا يلحقه أحد. قال رضي الله عنه: فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. يقول: لو شعروا بي لن يدركوني ولن يلحقوا بي إلا وقد أتممت المهمة وتخلصت منهم. قال: فانتهيت إليه، فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، المكان مظلم والرجل مع أسرته داخل الغرفة. فقلت: يا أبا رافع. قال: من هذا؟ وأراد عبد الله بن عتيك أن يحدد موضعه بالصوت في الغرفة. قال: يا أبا رافع. فقال: من هذا؟ قال: فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ خرج ودخل وأعاد سؤالا ثانيا ويقول: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله. قال: ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، يعني حتى أنفذه من ورائه، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، قلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. عجب والله، شجاعة لا منتهى لها، يدخل إلى جوف داره بين أهله وأولاده، ثم لا تصيب ضربته في المرة الأولى فيعيد الثانية، ثم يتأكد، ثم ينفذ بكل إقدام، ومع ذلك وقد انكسرت ساقه يصر رضي الله عنه أن لا يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف المهمة، ولابد أن يكون قد أداها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك، يعني صباحا، قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال: فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاة، قد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط، رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. هذا مثال ثاني، وتلاحظون أن كل من الرجلين كعب بن الأشرف وأبو رافع سلام بن أبي الحقيق من سادات اليهود وكبرائها، وكان لمقتدهم في تلك المرحلة من زمن النبوة أثر، وأي أثر،
وأراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن يسكن الأفعى اليهودية في زمنه عليه الصلاة والسلام التي كانت تنفث السموم، وكانت هي التي من وراء عداوة قريش والعرب قاطبة، فأراد بهذا تلقينهم درسا وإقامة حد الله فيهم وإثبات قوة الإسلام ومكانة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذان شاهدان، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق بقيتها. أحسن الله إليكم. وكذلك أمره يوم الفتح بقتل ابن خطل وجارية ابن خطل وكذلك أمره يوم الفتح بقتل ابن خطل وجاريتيه اللتين كانتا تغنيان مع اللتين كانتا معه تغنيان بسبه عليه السلام. عبد الله ابن خطل، وقيل اسمه عبد العزى وقيل غالب، مختلف في اسمه، أسلم أولا ثم ارتد، وكان في ردته قصة جعلت مقتله على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا على غير ما جرى به الأمر يوم فتح مكة. في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، المغفر الخوذة من الحديد التي يلبسها المقاتل على رأسه تقيه ضربات السيف والسهام ونحوها. دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. وعند مسلم دخل وعلى رأسه عمامة سوداء من حديث جابر رضي الله عنهما، في قيل إن المغفر كان فوق العمامة أو العمامة كانت فوق المغفر، أو ربما لبس أحدهما ثم نزعه، فروى كل صاحب صحابي ما رأى رضي الله عنهم جميعا. والمقصود بذلك لما نزع مغفره عليه الصلاة والسلام إشارة إلى انتهاء الأمر يوم فتح مكة واستتباب الأمر وعدم حصول شيء على خلاف ما كان يريده عليه الصلاة والسلام. وقد أمن أهل مكة بقوله من أغلق بابه دونه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. من يبقى؟ لن يبقى أحد. أراد عليه الصلاة والسلام ألا يهدر قطرة دم حرمة لمكة، مع أنه دخلها فاتحا عليه الصلاة والسلام، لكنه أراد عصمة الدماء أن تراق، فأمن كل من دخل بيته أو دخل المسجد الحرام أو دخل دار أبي سفيان إكراما لأبي سفيان. وبالتالي فلن يبقى أحد في الشارع وفي الطرقات إلا ذو نية مغرضة يريد الاعتراض والقتال، فذاك يقتل، لأنه وجه عليه الصلاة والسلام بألا يقابل جيشه أحد. ودخل عليه الصلاة والسلام مكة كما تعلمون يوم الفتح، واجتمعوا حوله عند الكعبة حتى قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. القصة. ومع ذلك فلما وضع مغفره جاءه رجل، قيل في الشروح إن المقصود به أحد الأنصار، قيل هو عبد الله نضلة أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد، وقيل سعيد بن حريث أو غيرهما، جاء فقال يا رسول الله هذا عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة، وهو قد أمن كل من دخل المسجد الحرام، وأراد ابن خطل أن يعصم نفسه فلم يدخل البيت الحرام فقط بل تعلق بأستار الكعبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوه. وكان هذا في غاية العجب من شأن سائر ما أمن به الناس النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة. ولذلك قصة، وهو أن ابن خطل الذي تعلق بأستار الكعبة استجارة بها وحقنا لدمه فلم تغني عنه شيئا، كان قد وقع منه أمر عظيم. هو من بني تميم بن فهر، من بني تيم بن فهر بن غالب، أسلم وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان اسمه عبد العزى قبل الإسلام، واسم أبيه خطل هو عبد مناف لقب بخطل. لما أسلم بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض البعوث إلى مكان ما مع رجل من الأنصار ليجمع الصدقة، وأمر الأنصاري عليه، فلما كان في بعض الطريق قتل ابن خطل صاحبه الأنصاري واستلب ماله وغدر به، ثم فر إلى مكة وارتد عياذا بالله.
واتخذ جاريتين تغنيان بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمان العام الذي أعطاه أهل مكة يوم الفتح، استثناه لبشاعة جرمه قتل، وفي دم في رقبته دم، إذن يراد القصاص منه. ومع ذلك لما ارتد ورجع إلى مكة فعل ذلك الفعل الساقط والبذيء، يتخذ الجواري للغناء ولا يريد إلا التعدي على مقام النبوة وسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك استثني من الأمان وأمر عليه الصلاة والسلام بقتله، فقتله أبو برزة رضي الله عنه وشاركه سعيد بن حريث، أو قيل سعيد بن ذؤيب، أو الزبير بن العوام، قيل كان قتله بين المقام وزمزم، وقتله كان بما جناه في إسلامه قبل أن يرتد قصاصا من صاحبه الأنصاري الذي قتله، وأيضا في اعتدائه على مقام النبوة بالسب والغناء الذي اتخذه بالجاريتين اللتين كانتا تغنيان بسبه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث آخر أن رجلا كان يسبه عليه السلام فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال خالد: أنا يا رسول الله. فبعثه صلى الله عليه وسلم فقتله. في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام كان له رجل يسبه فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال خالد: أنا يا رسول الله. فبعثه فقتله. وفي رواية أخرى سيأتي ذكرها بعد بضع روايات، قال الزبير: أنا يا رسول الله. فبرزه فقاتله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. وهي رواية ضمن جملة من الروايات التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بقتل من تعدى على مقام النبوة بسوء وأذى. وكذلك قتل جماعة ممن كانوا يؤذونه من الكفار ويسبونه، كالنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط كان ممن قتل يوم بدر بعد أسرهم، وكل واحد من هؤلاء من صناديد قريش الذين لطالما آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. عقبة بن أبي معيط الأبعد هو الذي وضع سل الجزور على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة بمكة قبل الهجرة. والنضر بن الحارث كان إذا سمع بأحد من الصحابة يريد الإسلام بمكة يبعث له بقينة، يعني جارية مغنية من فتيات الليل، يبعث بها إليه ويقول لها: غنيه وأطعميه وعشيه، فهذا خير له من سماع ما يدعوه إليه محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يعمل صدا عن سبيل الله بكل ما أوتي، وكان هو وعقبة وغيره من صناديد قريش الممعنين في الأذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم كانوا من أشد الناس عداوة وكرها وبغضاء على النبي عليه الصلاة والسلام. فقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، أسر عليه الصلاة والسلام أسرى قريش واستشار فيهم أصحابه، كما جاء في آية الأنفال لما استشار النبي عليه الصلاة والسلام صحابته في شأن أسارى بدر، فأشار أبو بكر رضي الله عنه بالمن عليهم بالفداء، يعني أن يقبل منهم فدية ويعتقهم، وأشار عمر رضي الله عنه بالقتل، فمال النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر وأنفذ فيهم المن بالفداء، ونزلت الآية الكريمة: عتبا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرضا من الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فلما من عليهم بالفداء استثنى ثلاثة، رأى أنهم ليسوا أهلا لأن يعتق أحدهم أو يرجع إلى داره بمكة. هؤلاء الثلاثة هم عقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث والمطعم ابن عدي. الثلاثة قتلوا صبرا، قيل صلبهم عليه الصلاة والسلام على شجرة، وقيل قتلهم وهم يحاولون أن يكون لهم في أصحابهم أسوة وأن يطلق أسرهم كما أطلق أسر أصحابهم. في السيرة أن عقبة كان من أشد الناس، من أشد قريش أذى للنبي عليه الصلاة والسلام بمكة، وفي بعض الروايات أنه
كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمر بقتله وكان أسيرا في يد المقداد، فأمره بقتله، فقال عقبة متلطفا: من للصبية يا رسول الله؟ يريد أن يستعطفه ويمن عليه، قال: من للصبية؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: النار، يعني أنت وليهم وأبوهم، فإذا كنت كذلك فلست أهلا للفداء. فقتل النبي عليه الصلاة والسلام عقبة بن أبي معيط، وكان هو والنضر بن الحارث وغيرهم من أشد الناس عداوة. قال المصنف: قتلهم ممن كانوا يؤذونه ويسبونه عليه الصلاة والسلام، وهذا حق، وإلا فكثير ممن كان يوم بدر أسيرا كان من كفار قريش وكلهم كذلك. فلما يأمر بإطلاقهم عدا هؤلاء دل على أن الأمر كان مناطا بأمر سوى كفرهم وشركهم، وهو عداوتهم وأذيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. أحسن الله إليكم. وعهد بقتل جماعة منهم قبل الفتح وبعده، فقتلوا إلا من بادر بإسلامه قبل القدرة عليه. وقد روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنه أن عقبة بن أبي معيط نادى: يا معشر قريش، ما لي أقتل من بينكم صبرا؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: بكفرك وافترائك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يوم بدر لما وقع أسيرا، قال: ما لي أقتل من بينكم صبرا، يعني وحده يحبس ليقتل بالسيف دون بقية أصحابه. فقال له: بكفرك وافترائك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا اللفظ أخرجه البزار وفيه ضعف. ولما هم بقتله كما أسلفت قال: من للصبية؟ قال: النار. وذكر عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم سبه رجل فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال الزبير: أنا. فبارزه فقتله الزبير. هذه الرواية أيضا التي تقدم قبل قليل ما يماثلها في حديث أن رجلا كان يسبه صلى الله عليه وسلم فقال خالد: أنا أكفيك. وهنا قال الزبير: أنا. قال: فبارزه فقتله الزبير رضي الله عنه. وروى أيضا أن امرأة كانت تسبه عليه السلام فقال: من يكفيني عدوي؟ فخرج إليها خالد بن الوليد فقتلها. يعني أيضا هذا مما أخرجه الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى في مصنفه. وروى أن رجلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فبعث عليا والزبير إليه ليقتلاه. والحديث مرسل عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وفي إسناده مبهم من الرواة كذلك. وروى ابن قانع أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سمعت أبي يقول فيك قولا قبيحا فقتلته. فلم يشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصص والروايات وغيرها كثير مما جمعه العلماء رحمة الله عليهم دلالة على إثبات أصل الحكم في الشريعة. ومن أوعب من جمع تلك الروايات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه استقصى تلك الروايات، وفيها الصحيح في أعلى درجات الصحة، مثل قصة قتل كعب بن الأشرف وقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي، وفيها ما دون ذلك مما هو أقل صحة أو مختلف في صحته، وفيها أيضا ما لا يثبت له سند صحيح ويرويه أهل التواريخ والسير لكن إثباته بسند يعسر أو يتعذر. لكن قصد العلماء من جمع ذلك كله ما صح منه وما لم يصح جمع كل ما ذكر في هذا الباب إثباتا لأصل القضية والحكم في الشريعة، وهو حكمها حكم الشريعة العظيم في شأن الجناية على مقام النبوة والتعدي على النبي صلى الله عليه وسلم بسب أو استهزاء. نعم. وبلغ المهاجر ابن أمية أمير أبي أمية وبلغ المهاجر ابن أبي أمية أمير اليمن لأبي بكر رضي الله عنه أن امرأة هناك في الردة غنت بسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع يدها ونزع ثنيتها. فبلغ أبا بكر رضي الله عنه ذلك فقال له: لولا ما فعلت لأمرتك بقتلها،
لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، وهذا في خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، فإنه أمر المهاجر ابن أبي أمية على اليمن، ولما وقعت الردة في سائر أنحاء جزيرة العرب بلغ المهاجر ابن أمية ابن أبي أمية أن امرأة تغني بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمير الخليفة على اليمن، فأتى بها فقطع يدها ونزع ثنيتها، فلما بلغ ذلك الخليفة أبا بكر رضي الله عنه بالمدينة قال: لولا ما فعلت لأمرتك بقتلها، يعني أن الذي فعلته بها لا ينبغي أن يزاد عليه أيضا مزيد تعزير وعقوبة عليها، قال: لولا ما فعلت لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، لا يكون التعدي والأذية على نبي من الأنبياء مثل الأذية لغير الأنبياء الكرام عليهم السلام. وعن ابن عباس رضي الله عنه: هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله. فنهض فقتلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا ينتطح فيها عنزان. الحديث مما لا يثبت سنده برواية صحيحة، وهي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: هجت امرأة من خطمة، يعني من تلك القبيلة، هجت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لي بها؟ فقام رجل من القوم فقتلها، فقال، وفي بعض الرواية كما أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق قال: فلما اشتد ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله. قال: وكانت تمارة تبيع التمر، فأتاها فقال لها: عندك تمر؟ قالت: نعم. فأدته تمرا فقال: أردت أجود من هذا. فدخلت لتريه، يعني تريه ما عندها من التمر، فدخل خلفها ونظر يمينا وشمالا فلم ير إلا خوانا، يعني مثل الإناء الكبير، فعلى به رأسها حتى دمغها به، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كفيتكها؟ فقال: إنه لا ينتطح فيها عنزان، فأرسلها مثلا. يعني أصبحت الجملة مثلا عند العرب، إذا قيل لا ينتطح فيها عنزان يعني لا يختلف فيها اثنان، وهذا من بالغ التأكيد على أن حكمها القتل الذي لا يستراب في شأنه، وهو دلالة إن صح الحديث، والرواية هذه لا تصح، رواية على إهدار النبي صلى الله عليه وسلم دمها، مع أنه لم يأمر بقتلها، إنما قال: من لي بها؟ ولم يستأذن، فلما أخبر بقتلها أهدر دمها النبي عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن أعمى كانت له أم ولد تسب النبي صلى الله عليه وسلم فيزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فقتلها، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأهدر دمها. الحديث أخرجه أصحاب السنن أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وصححه الألباني كذلك. والحديث أيضا من أعاجيب مواقف الصحابة رضي الله عنهم التي تنبض حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجلالا عظيما لمقامه، ودفاعا ونصرة وذبا عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة مما لا يحتاج إلى إثباته بالشواهد في شأن الصحابة رضي الله عنهم، لأن حياتهم كلها كانت حبا وفداء وتضحية وصبرا وبذلا، لكن بعض المواقف أجلى في الشاهد على هذا المعنى، ومنها قصة هذا الأعمى. والحديث في رواية أبي داود أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، قال: فأخذ الأعمى، وهذه أم ولد، والمقصود بأم ولد الجارية التي توطأ بملك اليمين ليست زوجة، لكن إذا حملت الجارية من سيدها
فأنجبت سميت أم ولد، وحكمها في الشريعة أن تعتق بعد موت سيدها فتكون حرة بعد مماته، فهي في حياته جارية فليس لها مكانة الزوجة، فلا يعقد عليها عقد نكاح وليست لها حقوق الزوجية. قال في رواية أبي داود: جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، قال: فأخذ المغول، هذا وهو أعمى، قال: فأخذ المغول، والمغول كما تقدم قطعة من حديد محددة مثل الخنجر الصغير، فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألشهد أن دمها هدر؟ فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وهي من جملة الشواهد على ما يريد إثباته أن الجناية على مقام النبوة بالسب والشتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوجب القتل، ولا حرمة لدم صاحبه في الإسلام. أحسن الله إليكم. وفي حديث أبي برزة الأسلمي: كنت يوما جالسا عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فغضب على رجل من المسلمين، وحكى القاضي إسماعيل وغير واحد من الأئمة في هذا الحديث أنه سب أبا بكر، ورواه النسائي: أتيت أبا بكر وقد أغلظ لرجل فرد عليه، فقلت: يا خليفة رسول الله، دعني أضرب عنقه، فقال: اجلس، فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرواية أيضا عند الإمام أحمد في مسنده وأبي داود والنسائي، وهي تأكيد لهذا المعنى العظيم الذي استقر في فقه الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ألا يقتل أحد بالتعدي على عرض أحد أو سبه أو شتمه إلا المتعدي على مقام النبوة. في القصة قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: نضلة بن عبيد قال: كنت جالسا عند أبي بكر فغضب على رجل من المسلمين، وفي غيره من الرواية أنه سب أبا بكر، وعند النساء قال: أتيت أبا بكر وقد أغلظ لرجل فرد عليه، فقلت: يا خليفة رسول الله، دعني أضرب عنقه، حفظا لمقام الخليفة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه، فقال: اجلس، فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يراق دم أحد يعتدي على أحد في عرضه بسب أو شتم أو انتقاص، فلا يهدر دمه ولا يقتل. قال: ليس ذلك لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال القاضي: قال القاضي أبو محمد بن نصر: ولم يخالف عليه أحد، فاستدل الأئمة بهذا الحديث على قتل من أغضب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أغضبه أو آذاه أو سبه، ومن ذلك كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامل الكوفة، وقد استشاره في قتل رجل سب عمر رضي الله عنه، فكتب عمر إليه: إنه لا يحل قتل امرئ مسلم بسب أحد من الناس إلا رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سبه فقد حل دمه. كتاب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد رحمه الله تعالى ورضي عنه، كتب إلى عامله بالكوفة، والمقصود بالعامل يعني الأمير المسؤول الذي يبعثه الخليفة عاملا على بلد أو منطقة يكون ممثلا له فيها. استشاره في قتل رجل سب عمر رضي الله عنه، عمر الخليفة، فكتب عمر إليه: إنه لا يحل قتل امرئ مسلم
بسب أحد من الناس إلا رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سبه فقد حل دمه. وهذا مزيد تأكيد على ما استقر عليه فقه الفقهاء رحمهم الله، وقول العلماء رضي الله عنهم سلفا وخلفا، أن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرية عظيمة وجناية تستوجب قتل صاحبها. وهذا الصنيع من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تأكيد على ما استقر عليه فقه الصحابة رضي الله عنهم، لا يحل قتل امرئ مسلم بسب أحد من الناس إلا رجلا سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسأل الرشيد مالكا في رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن فقهاء العراق أفتوه بجلده، فغضب لذلك وقال: يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟ من شتم الأنبياء قتل، ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلد. هذه القصة ينقلها القاضي عياض رحمه الله عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، لما سأله الخليفة هارون الرشيد عن رجل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، والخلافة كانت في العراق كما تعلمون، وذكر له، ذكر هارون الرشيد في استفتائه للإمام مالك أن فقهاء العراق أفتوه بجلد هذا الرجل الذي شتم النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الخليفة لم يطمئن للفتوى فبعث إلى الإمام مالك يتثبت فيها، فغضب لذلك الإمام مالك وقال: يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟ حقا والله أمة الإسلام، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أي مكانة ستبقى لها، وأي حرمة، وأي اعتزاز، وأي نصر وتأييد من الله عز وجل أن يشتم نبيها وهي ساكتة لا تحرك ساكنا؟ هذا منذ صدر الإسلام الأول والخلافة السابقة زمن بني العباس، قال: يا أمير المؤمنين، ما بقاء الأمة بعد شتم نبيها؟ من شتم الأنبياء قتل، ومن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلد. هذه الرواية سيعلق عليها المصنف رحمه الله في استعجاب واستغراب كيف وقف الخليفة هارون على فقه وفتوى من أفتاه بغير القتل في شأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمكن أن يفتي أحد من أهل العلم بأن حكمه الجلد أو السجن أو الضرب أو أي عقوبة دون القتل، فسيعلق عليه المصنف رحمه الله. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى: كذا وقع في هذه الحكاية، رواها غير واحد من أصحاب فتاوى مالك ومؤلفي أخباره وغيرهم، ولا أدري من هؤلاء الفقهاء بالعراق الذين أفتوا الرشيد بما ذكر، وقد ذكرنا مذهب العراقيين بقتله، ولعلهم ممن لم يشهر بعلم أو من لا يوثق بفتواه أو يميل به هواه، أو يكون ما قاله يحمل على غير السب، فيكون الخلاف هل هو سب أو غير سب، أو يكون رجع وتاب عن سبه فلم يقله لمالك على أصله، وإلا فالإجماع على قتل من سبه كما قدمناه. يؤكد المصنف رحمه الله أن الرواية هكذا نقلها بعض من يقرر فتاوى الإمام مالك من أصحابه، يقول رواها غير واحد، يقول ولكن في الرواية إجمال، لما جاء هارون الرشيد استفتي مالك رحمه الله عن ذلك فقال إن فقهاء العراق أفتوه بالاكتفاء بالجلد، يقول لا يدرى من هؤلاء، وإلا فقد تقدم النقل عن فقهاء العراق كمن سمى من أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين والمتأخرين اتفاقهم مع سائر فقهاء الأمة بوجوب القتل لا غير، قال فلا يدرى من هؤلاء مع ذكر تقرير مذهب فقهاء العراق بقتله، فيقول إما أنهم ممن لم يشتهر بالعلم، أو ممن لا يوثق بفتواه ويميل به هواه، أو يكون الفتوى منقولة على حكم من قال عبارة دون السب،
يعني فيها شيء من الانتقاص أو العيب، فيكون الخلاف هل ذلك الكلام سبا يستوجب القتل أو لا يبلغ ذلك، أو يكون رجع وتاب عن سبه ولم ينقل تفاصيل تلك الفتوى للإمام مالك ونقلت له اختصارا أن رجلا وقع في سب النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه أهل العراق بجلده، فيكون هذا من باب احتمال أو توجيه المصنف رحمه الله للاحتمالات الواردة في أنه كيف يمكن أن يقول عالم أو فقيه بأن حكمه الجلد أو الضرب أو العقاب دون أن يكون القتل الذي أطبقت عليه كلمة علماء الإسلام. ويدل على قتله من جهة النظر والاعتبار أن من تنقصه عليه السلام أو سبه فقد ظهرت علامة مرض قلبه وبرهان سر طويته وكفره، ولهذا حكم له كثير من العلماء بالردة، وهي رواية الشاميين عن مالك والأوزاعي وقول الثوري وأبي حنيفة والكوفيين. والقول الآخر أنه دليل على الكفر فيقتل حداً وإن لم يحكم له بالكفر إلا أن يكون متمادياً على قوله غير منكر له ولا مقلع عنه فهذا كافر، وقوله إما صريح كفر كالتكذيب ونحوه أو من كلمات الاستهزاء والذم، فاعترافه بها وترك توبته عنها دليل استحلاله لذلك وهو كفر أيضاً، فهذا كافر بلا خلاف. قال الله تعالى في مثله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال أهل التفسير هي قولهم إن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير، وقيل بل قول بعضهم ما مثلنا ومثل محمد إلا مثلنا، وقيل بل قول بعضهم ما مثلنا ومثل محمد إلا كقول القائل سم كلبك يأكلك وأجعه يتبعك، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. لما انتهى المصنف رحمه الله من سياق الأدلة من الآيات والآثار وحكاية الإجماع قال أيضا فوق كل ذلك هنا دليل من جهة النظر والاعتبار، يعني بالنظر إلى أصول الشريعة، إلى القياس، إلى المعاني التي تؤكد استحقاق القتل لكل من سب النبي عليه الصلاة والسلام. قال من جهة أن من تنقصه أو سبه صلى الله عليه وسلم كان ذلك علامة على مرض قلبه وبرهانا على سر طويته وكفره، ولذلك قال أهل العلم بالقتل. وهنا وجهان عند الفقهاء للحكم بقتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الأول أنه ردة والمرتد يقتل، والوجه الثاني أنه كفر فيقتل حدا. والفرق بينهما أن الحد الذي يثبت بدليل فيقال حد السب، فتكون جناية في الإسلام كما تقول حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر أو شرب الخمر، فتقول حد سب النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون في الإسلام عقوبة قررت الشريعة لها القتل، تكون جناية قررت الشريعة لها القتل عقوبة، كما حددت في الزنا جلد 100، وكما حددت في السرقة قطع اليد، فإن حددت في قتل النبي عليه الصلاة والسلام القتل بما سبق من الأدلة. فقولان لأهل العلم هل يقتل من سب النبي عليه الصلاة والسلام حداً لأن الشريعة حددت هذه العقوبة له، أو ردة لأنه كفر والمرتد يقتل؟ هذان وجهان. قال في أنه ردة رواية الشاميين عن مالك والأوزاعي وقول الثوري وأبي حنيفة والكوفيين، والقول الآخر أنه حد يقتل به إلا أن يكون متماديا على قوله وإن لم يحكم بكفره فيبقى الحكم بقتله حدا. قال وهذا القول بالسب إما صريح كفر كالتكذيب أو من كلمات الاستهزاء، فيكون اعترافه بها وترك توبته دليل استحلاله لذلك، والمستحل للحرام أيضا مستوجب لقتله. قال وهو كفر أيضا. وساق الآية الكريمة في سورة التوبة في شأن المنافقين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ما كلمة الكفر التي قالوها؟
والتي حكم القرآن عليها بأنهم كفروا بنطقها. قال المصنف رحمه الله في حكاية تفسير الكلمة التي قال الله عنها وكفروا بعد إسلامهم، قال: هي قولهم إن كان ما يقول محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فحكم القرآن بالكفر على من نطق بتلك الكلمة. قال أهل التفسير: هي قولهم إن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير، عياذا بالله. وقيل: بل هي قولهم ما مثلنا ومثل محمد إلا كقول القائل: سمن كلبك يأكلك وأجعه يتبعك، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. تلك الآيات التي في سورة المنافقون حكت هذا الصنيع وذكرت تلك الكلمات المأفونة والعبارات الكافرة التي حكم القرآن بكفر أصحابها. وهذه تحديداً ما قاله المنافقون يوم
غزوة بني المصطلق فطفقوا بتلك العبارات التي فضح القرآن بها شأنهم وحكم بكفرهم. وقد قيل إن قائل مثل هذا إن كان مستترا به إن حكمه حكم الزنديق يقتل، ولأنه قد غير دينه، وقد قال عليه السلام من غير دينه فاضربوا عنقه. وفي الحديث الذي أخرجه الشيخان من بدل دينه فاقتلوه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أن كل من بدل دينه مرتدا فحكمه القتل، ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غير دينه. نعم. ولأن لحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرمة مزية على أمته، وساب الحر من أمته يحد، فكانت العقوبة لمن سبه عليه السلام القتل لعظيم قدره وشفوف منزلته على غيره، يعني مزيد منزلته عليه الصلاة والسلام. لو أن قاضيا اختصم عنده اثنان، قال أحدهما يشتكي خصمه إنه سبه، وثبت عند القاضي فإنه يعزر بذيء اللسان. فإذا السب والشتم في شريعة الإسلام عقوبة لها يراها الإمام تعزيرا بما يناسب الشخص والسب والعبارة التي قيلت. هذا في شأن البشر عام، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ولذلك كانت له مزية على غيره بأن جعلت الشريعة التعدي على مقامه بالسب والعيب والشتم عقوبة تختص به، وهي قتل من تعدى عليه. ويبقى مع ختام هذا الفصل الإشارة إلى ما صدرنا به الفصل ليلة الجمعة الماضية، أن حديث علماء الإسلام عن عقوبة قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي عقوبة حكمية يتولاها الحاكم لا كل أحد، ولا يستسيغ كل أحد أن يتعدى حقوق ولي الأمر فيبسط يده بقتل شخص أو آخر لأنه سب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كشأن سائر الحدود، كشأن إقامة الحد على من زنى ومن سرق. هذه ليست حقا لكل أحد، بل هي لأهل الأمر من القضاة والحكام ومن يتولى الأمر في تطبيقه وتنفيذه، فهذا شيء. وتطبيق الحقوق والأحكام الشرعية وتنفيذ الحدود موكل لمن جعل الله تعالى إليهم ذلك. تم الفصل بفضل الله تعالى وتوفيقه، ولنا في ليلتنا بقية ومستمتع لمزيد من الصلاة والسلام على حبيب القلوب وأنسها نبينا محمد. يا رب صل على نبيك ما بدا نور الصباح وأشرقت آفاق، يا رب صل على نبيك ما هفى قلب المحب وحنت الأشواق، صلى الله عليه وآله وسلم. ونسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك يا ذا الجلال والإكرام، واجعل لنا إلهي ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والمسلم دائما يعتز بإسلامه وإيمانه واتباعه للقرآن والسنة واعتزازه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. إن طلب العلم عمل صالح عظيم الأجر كثير الثواب. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.